السلام الله عليكم، أهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الخاص بيوم الفنان الذي يأتينا في كل سنة في 8 جوان. والحقيقة أن الظرف جديد واستثنائي على الجزائريين وعلى الفنانين، لأننا نعيش أياما صعبة نتيجة فيروس كورونا، ولأن انشغالات وهموم الفنانين مطروحة دوما على الساحة الثقافية، وهي مطروحة قبل هذا على مكاتب مسؤولي الثقافة في البلاد. ونتحدث عن الفنان في هذا الظرف الذي يتميز بالاستثنائية، والفنان لا يتوقف عن العطاء، لا يتوقف عن تقديم الإبداع. في هذا الظرف أردنا أن نفتح نقاشا مع الفاعلين في الساحة الثقافية، أردنا أن نفتح نقاشا للحديث عن ظروف الفنان اليوم، عن قانونه وعن إبداعه في هذه الأيام الاستثنائية كما قلنا. من أجل نقاش مفيد مثمر في هذا الموضوع، معنا اليوم الأستاذة نصيرة عيشية. أستاذة نصيرة عيشية هي مديرة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. أهلا وسهلا بك سيدتي. ومعنا ثانيا الأستاذ سعدان عيادي. سعدان عيادي هو مدير التعاون والتبادل بوزارة الثقافة. أهلا وسهلا بك. ومعنا غني عن التعريف أستاذ عبد القادر من دعماش، مدير عام الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي. في هذا البلاطو معي نغم بوليفة أيضا، عندها ضيوف تقدمهم الآن إليك. مرحبا فرحات، مرحبا بكم مشاهدينا الأفاضل في هذا البرنامج الخاص باليوم الوطني للفنان. الفنان الذي يعد لسان هوية وملامح وطن، هو الفنان، هو المبدع الذي حباه الله بملكة خصه بها ليصنع الجمال على هذه الأرض. ضيوفي أو الحاضرون معي هم شباب يصنعون التميز أينما حلوا، ويحملون الفن والإبداع كقضية، وهمهم الوحيد أن يكونوا واجهة مشرفة لهذا الوطن. أرحب بالشاعر أحمد بوفحتة، مرحبا بك، كل عام وأنت بألف خير. مرحبا وشكرا على هذه الاستضافة الكريمة. شكرا لك. كما أرحب بالممثل والمخرج المسرحي وليد عبد الله، كل عام وأنت بألف خير. سنة سعيدة وكل سنة وأنتم بخير. شكرا على الاستضافة الجميلة. شكرا. شكرا. كما أرحب بالروائي أحمد طيباوي، كل عام وأنت مبدع، كل عام وأنت بألف خير. مساء الخير المشاهدين الكرام، وشكرا على الدعوة وتحية. العفو، مرحبا بكم. مرحبا بكم. الآن مشاهدينا سنتوقف عند كلمة السيدة الوزيرة مليكة بن دودة في إطار هذه المناسبة. بهذه المناسبة أحيي كل الفنانين وأقول لهم عيد سعيد. أريد أن أقول لهم بأنهم يعني بقلوبهم يصنعون العالم، يجملونه، يرتقون به. أيضا الفن هو صناعة الجمال، وأريد أن تكون هذه الصناعة جزء من حياة الفنان. لهذا أعمل جديا على مرافقة الفنانين لتكون حياتهم أجمل بقدر الجمال الذي يقدمونه في أعمالهم. طبعا الوزارة تشتغل على نقطتين أساسيتين. الأولى هي تقديم بطاقة الفنان التي يعني هي بصدد يعني الظهور يعني الآن. بالإضافة إلى ذلك هو الاشتغال على قانون الفنان، وهذا أهم ما في الموضوع، لأن هذا القانون من شأنه أن يعمل على الحفاظ على حقوق الفنان وتنظيم يعني كل إطار الذي يشتغل فيه، ومن شأنه كذلك أن يحمي هذا الفنان من كل يعني المتربصين به، خاصة في تنظيم علاقاته بمؤسسات الإنتاج وغير ذلك. أتمنى أن هذا القانون
القانون الذي نعمل جاهدين على إدهاره قبل نهاية السنة من خلال الورشات التي تقوم بها وزارة الثقافة طبعا، وإن شاء الله بظهور بطاقة الفنان التي هي جاهزة تقريبا، وقانون الفنان هذا من شأنه أن يحسن كثيرا من وضع الفنان بشكل عام. طبعا المجلس الأعلى للثقافة والفنون يعني قام بعمل كبير في تحديد بطاقة الهوية الفنية للفنانين. الآن راح تكون عندنا بطاقة جديدة وهي بطاقة إلكترونية يصدرها هذا المجلس، الاشتغال عليها انتهى تقريبا، نحن بصدد تجسيد هذا المشروع ومفروض يعني تظهر عن قريب. طبعا ما أقول أننا مررنا بظروف صعبة جدا بسبب هذه الجائحة، عملت وزارة الثقافة على مساندة الفنانين الذين تضرروا بهذه الجائحة من خلال تقديم تعويضات مهمة. طبعا أتمنى أنه بعد هذه الجائحة يعود النشاط الثقافي ويبرزون كل مواهبهم وإنتاجهم، وسترافقهم طبعا وزارة الثقافة وتعمل خاصة على حمايتهم. كنا مع حوار قصير مع السيدة الوزيرة، والآن نفتح النقاش مع بداية مع الأستاذ بن دعماش. نتحدث عن اليوم الوطني للفنان، بداية من هو الفنان؟ شكرا على هذا السؤال. من هو الفنان؟ قبل ما نروح لهذا الفنان، هذا اليوم الوطني للفنان، لماذا اليوم الوطني للفنان؟ لخطر كان واحد فنان واستشهد في يوم الأحد 8 جوان 1958 بمدينة تيارت، وكانوا معاه 2 من الأصدقاء وشهداء كذلك، محمد جهلان والجلالي بن سطرة، هادو زوج يعني للتاريخ وأمانة كذلك، وهم شهداء لازم نذكرهم اليوم ومن أجلهم اللي رانا هنايا. هذا الفنان هذا ناخذ فقط المثال تاع هذاك المطرب الملحن والشاهد في نفس الوقت، هو اللي يبدع، هو اللي يصنع الجمال، هو اللي يصنع في بعض الأحيان التاريخ، كي يتكلم على قصيدة ويتكلم على واحد القضايا اللي تهم الجزائر وتهم تاريخها وتهم مستقبلها. نقدر نقول هو كان في بعض الجهة كاين هو يصنع بعض الصفحات في التاريخ. هذا هو الفنان، والفنان هذاك المبدع، والفنان كذلك الذي يؤدي هذاك الشيء اللي عملوا هذاك الملحن، يعني عالم تاع هذا، هو هذا العالم تاع الفنان. احنا في بلادنا عند الاستقلال بالذات في يوم 8 جانفي مرسوم جاء باش يأمم المسرح الوطني. واش أمم في المسرح الوطني؟ أمم الفنانين، كانوا كل الفنانين يعني عطاو لهم رواتب وعطاو لهم حالة إدارية معينة قارة. وهذا واش يعني؟ يعني الدولة خدات بعين الاعتبار الفنان منذ 63 جانفي 63، وراحت هكذاك سنوات. في 64 كان واحد الاجتماع كبير جدا وين يتكلم على الموسيقى وكل أعلام الموسيقى وتاريخ الموسيقى ومستقبل الموسيقى كذلك في 64. زيد هكاك سنوات حتى 2012 عندما تأسس المجلس الوطني للفنون والأدب. هذا التأسيس هذا يعني في جوان 2011، ثم تنصب رسميا في 5 أفريل 2012. هذا التأسيس هذا المجلس هذا يعني إرادة تاع الدولة باش تعرف تعترف بالفنان كمهنة.
هذا هو هذه الحاجة المهمة في هذا القرار هذا. وبدأ هذاك المجلس يعمل حتى 2014. في 2014 صدر لأول مرة في التاريخ تاع الجزائر، وهذه لازم نعلموا بها كلنا، تقررت وتأسست الحماية الاجتماعية تجاه الفنان، يعني بفائدة الفنان. وهذا عمل كبير، والآن نقدر نقول في الإحصائيات ما أكثر من 10,000 الفنان اللي كاينين اليوم عندهم يعني اعتراف رسمي ويدخلوا في الضمان الاجتماعي. هذا هو الحاجة المهمة اللي ما كانش عندهم في السابق. أستاذ عيادي، أردت توضيحا بالنسبة للمصطلح، يعلق بذهن الناس أن أهل الفن هم الذين يغنون فقط، بينما المفهوم أوسع وأكبر. فعلا الآن فيها جهد كبير يتعمل في مختلف المؤسسات الدولية لوضع النوموكلاتور تاع المهن الفنية بشكل. احنا الآن في الجزائر المجلس الأعلى للفنون بصدد تقنين لهذه المهن، وتفوت الآن 170 مهنة مدققة في مختلف الاختصاصات، كلها داخلة في النوموكلاتور هذه تاع لي بوست تاع تنخرط في العمل الفني، وبالتالي الحق كثير واسع وشاسع، والاهتمام يتطور من خلال تجديد التقنيات وخلق يوميا إبداعات جديدة وأفكار جديدة، وبالتالي احنا مضطرين أننا نتعامل معها وندمجها في اهتماماتنا في تصوراتنا وفي أخذها بعين الاعتبار والتكفل بها. الأستاذ السيدة الوزيرة تتحدث عن إجراءات جديدة في قضية التعامل مع الفنانين اليوم، لو حدثنا عن انشغالاتكم عن عملكم في الوزارة في هذا الإطار. فعلا الآن فيه تصور عميق أننا نمشي للأمور الجدية بالتعامل مع الفنانين نفسهم. الأستاذ من دعماش كان تكلم على كل الإجراءات اللي اتخذت من خلال المرسوم التنفيذي اللي كان أعطى الحماية الاجتماعية للفنانين. في تصورنا الآن هذا غير كافي، الآن نخطو خطوات من أجل أن الفنان يكون مصدر ثروة، مصدر ثروة نفسه ومصدر ثروة اجتماعي يعني. وبالتالي الآن فيه إجراءات لتقنين الرقم التعريفي الجبائي، لو نيميرو ديتيفيكاسيون فيسكال، يعني الفنان يقدر يصبح مؤسسه صغيره يتاجر بالمنتجات تاعو يفاكتوريها ويمشيها تكون عندها الموبيليتي في المجتمع، وبالتالي يشارك في الجهد الاقتصادي الوطني. زياده عن هذا الاجراءات الاعفائيه في الضرائب في كل المؤشرات هذه تدل أن الفنان عنده أولوية، لأن ليطو صغار جدا تقريبا رمزية في المشاركة تاعها، وإحنا في الاستصغار لكل الانشغالات هذه حتى نمكن مجتمع الفنانين بشكل عام، من الكاتب، من الناشر، من المؤلف، من الموسيقي، من الراقص، أنه يلقى مصدر للرزق بأريحية. أستاذ بن دعماش، أعطيتكم لسنوات طويلة أقول أعطيتم الفنان بطاقة معينة ووضعتم شروطا لهذه البطاقة، لو حدثتني عن شروط البطاقة حتى يتحصل عليها الفنان. الشرط الأول هو إعطاء قانون للفنان، يعني بصفة عامة كنا ننتظر آنذاك في التاريخ، كنا ننتظر أن هذا القانون يجي كما الكلمة تاعو العادية، هو القانون سي لا لوا، هي تفوت على المجلس الوطني إلى آخره، تقترح من طرف الحكومة وتروح إلى المجلس الوطني. كنا نفكروا هكذا بلازم قانون. ففي السنوات مضت وفكرنا العكس على هذا التفكير، كنا نروحوا للنصوص اللي عندها فائدة مباشرة
والنصوص اللي عندها الفائدة المباشرة هي المرسوم التنفيذي، وبدينا بالمراسيم التنفيذية، مرسوم تنفيذي لتأسيس المجلس الوطني لفنون الأدب، هذه وحدة باش يعرفنا بهذا الفنان شكون هو، شكون هو اللي يعمل هذه المهنة ولا اللي ما يعملش، ولا هو اللي ياخذها كمهنة على خطر هذا الاعتراف، هذا يعطي له الصفة تاع المهنة، يولي ميتي اللي ما كانش عندنا من قبل. هذه لازم نفهموها مليح، ما كانش عندنا هذه الصفة تاع ميتي، كانت هواية، كان واحد كانوا الممثل بلوتو الفنان الوحيد اللي كان معترف به هو المسرحي، الخطر كان عنده مؤسسة وكان عنده قانون تاع المسرحي، كان القانون العام للعمل ينص على بعض البنود اللي داخلة في المهنة تاع المسرحي، ولكن الاخرين كل ما عندهمش القانون، كانت هوايه، تحب تدير الفن دير الفن، تحب ما تديرش ما تديرش. وعلى هذا السبب هذا اللي معظم الفنانين لازم له يدير مهنه اخرى باش يعيش. إذن هذا البداية هذا تاع القانون تأسيس المجلس الوطني لفنون الأدب، إعطاء لهذا الضمان الاجتماعي في المرسوم 1469 في فيفري 2014، هذا أعطاله المهنة باش يولي فنان بمعنى الكلمة ميتي. و ننتظر الجزء الأخير وهو علاقات العمل، في هذا تاع الايدنتيفيكاسيون فيسكال، في هذه الأمور هذه المهنية الدقيقة اللي تخلي هو يتعامل مع الآخرين، وهذو ثلاثة هذه الجوانب هو قانون الفنان. أنت تتحدث عن حقوق معينة، عن وضع معين للفنان، ولكن قد تختلط عند الناس قضية بطاقة الفنان وبطاقة أخرى للديوان الوطني لحقوق المؤلف. لو وضحت لنا في اختلاف كبير، ما هي مزية البطاقة التي يعطيها الديوان؟ بطاقة ليعطيها الديوان، رغم أنه يعني هو الأخ الكبير للمؤسسات، بما أن حقوق المؤلف محمية منذ زمن طويل، منذ الخمسينات يعني في قوانين ما قبل يعني الاستقلال، ويعني كان حتى يعني مؤسسة تحمي حقوق المؤلف إلى غاية 1973، وين أصدر قانون جزائري مع انضمام الجزائر إلى منظمة لا كونفنسيون يونيفرسال، تليها لا كونفنسيون دو بيرن، يعني المنظمة العالمية للملكية الفكرية بما فيه الملكية الصناعية أو الملكية الفنية والأدبية. قلت 1973 أنشئ الديوان بعد إصدار قانون حماية المؤلف، كان ديوان يعني أول سنة اللي بدأ يعمل بها كقانون جزائري وحماية للمؤلفين الجزائريين إلى غاية 1997 كان فيه حماية الفنان المؤدي. لهذا أنا تكميلا لما قاله زملائي، الهيكلة في الديوان هي هيكلة عبارة عن يعني فئتين، فئة الفنان المبدع الذي يسمى بالمؤلف، والفنان المؤدي اللي حقوقه يعني محمى كأداءات، سواء كان راقص أو ممثل أو موسيقار أو هذا الخلاف يعني في الفئات الأولى. لحد اليوم يعني الانخراط رو تعدى 20,000 منخرط في الديوان. الحماية هي حماية مادية وحماية معنوية، يعني زائد على الحماية المعنوية، الحماية المادية خولت للديوان لأخذ أتاوي عبر كل ما يستغل في السوق الجزائري ولا حتى خارج يعني الجزائر،
ويعني رجوعها إلى الفنانين المؤديين والفنانين المؤلفين. هذا الفرق يعني بين الآن أردت أستاذ بن دعمج بسرعة شديد. هو بزوج كلمات فقط، البطاقة تاع الفنان اللي تمدها الدولة عن طريق وزارة الثقافة عن طريق هذا المجلس تمد المهنة تاع الفنان اللي ما تقدرش تعطيها لندا، تعطيك المهنة وتعطي لك الشخص يعني الضمان الاجتماعي لولادك للتاريخ تاعك وكل شيء، يعني هي يهمها الشخص الفنان هذاك. والديوان الوطني حقوق المؤلف وحقوق المجاورة هذه تمشي عند الإبداع، استغلال هذاك الإبداع تاعو. يعني هو كشخص مازال ما طرقناش ليه، تبقى العمل تاع هذاك العمل تاعو هو اللي تبعه المؤسسة، استغلال العمل تاعو. هذا هي الفرق اللي كاين بيناتهم. أنا أردت أن أسمع معكم ما الذي يمكن أن يقوله مجموعة من الفنانين في هذا اليوم بالذات. إليكم مجموعة من الفنانين يتحدثون. على الاستضافة التلفزيوني الجزائري بهذه المناسبة 8 جوان اليوم الوطني للفنان، وحي كل الفنانين بدون استثناء طبعا، وكذلك لا ننسى أترحم على كل الفنانين الذين رحلوا علينا في السنوات الفاتت، وكذلك أترحم على شخصية ثقافية التي خدمت الثقافة وخاصة في التلفزيون الجزائري عثمان بوكتاير المرحوم عثمان بوكتاير، وكذلك من الذين يخدمون الآن في الثقافة الجزائرية باستمرار، وحي سيد علي بن سالم. وبهذه المناسبة أتمنى أن يتغير حال الفنان من هذه الحالة إلى أحسن إن شاء الله، وشكرا على الدعوة وتحياتي إلى كل عمال التلفزيون بمحطاته الكل. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نشكركم بزاف على هذا الطرح وعلى هذا السوجي، دونك السوجي اللي حكينا فيه بزاف، ونتمنى إن شاء الله يلقى أنفا يعني حلول عملية. أون طونك أكتور يعني بيان سور مادا بنا تكون عدة مشاريع باش أوما كامل لي زاكتور راح يستفادوا يعني من الكم تاع المشاريع. ثانيا يعني حبيت نطرح نقطة تاع الفينونسمون. أوما يعني لو كان يعني يلقاو صيغة جديدة يعني الفينانسمون بعيدا على لا باطراس وكامل التعقيدات اللي نعرفوها، وثاني في توزيع الأعمال تاع يعني مام كاين منتج اللي حبوا يعني ينفستيو دراهم يخافوا باسكو ما كانش توزيع سيرتو لي فيلم دو سينما. اي اون بليس يعني الحلم تاعنا كامل ان تكون نقابة للفنانين، نقابة اللي تجمع الفنانين وتأطر يعني هذا الدومين اللي باش نخرجوا من القوقعة اللي رانا فيه. دونك نشكركم بزاف على يعني هذا الطرح، وكما قلت ان شاء الله نلقاو يعني اذان ساغية للانشغالات يعني تاع العامين في هذا القطاع. السلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. بمناسبه اليوم الفنان والعيد الفنان، أتمنى لكل الفنانين وخاصة الفنانين الجزائريين نقول لهم عيد سعيد، كل سنة وأنتم بخير، هنا وصحة وعافية إن شاء الله. ونتمنى إن شاء الله يا ربي لكل فنان يكون عنده أكثر من إنتاج، هكذا باش كل واحد يفجر الطاقة اللي داخله، وإن شاء الله يا ربي يعاوننا على الخير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد هذه الانطباعات لمجموعة من الفنانين الجزائريين، أستاذ سعدان، نحن نعيش واقعا صعبا، أياما مختلفة جديدة كل جدة على واقعنا المعيش. اليوم هناك جائحة كورونا، وقد اضطر عدد كبير من الفنان اضطروا للبقاء في بيوتهم لا يعملون. الوزارة كيف تنظر إلى هذا الوضع الصعب بصفتها وصيا، وكيف يمكن أن تساهم في تحسين هذا الوضع؟ في الحقيقة الوضع صعب جدا، وقطاع الثقافة والفنانين بشكل عام أول من تقاسوا من جراء هذا
الجائحة. نتعرف النشاط الثقافي كله نشاط جماهيري، وبالتالي الحظر هذا أصبح حاجز على أن الفنان يقوم بدوره ويدير نشاطه. الوزارة في أول أسبوع من إصدار الإعلان عن هذه الأزمة كانت تصرفت بأخذ عدة إجراءات، منها أننا تكون في عون الفنانين، وزديت سيدة الوزيرة أصدرت تعليمات للديوان الوطني لحقوق المؤلف في تسريع الحقوق كل الفنانين المتأخرة، للمؤسسات كذلك في تصفية كل الديون مع الفنانين، وحتى الناس اللي كانت عندهم عقود تاع نشاطات مستقبلية كان أصدر لهم تسبيق حتى كاستعانة، ويومين نعالج في قضايا الواحد تلو الآخر عن طريق مديرية الثقافة، ولا بريز اون شارج ريال يعني سور لو تيران، كل من نسمع به بشكل استثنائي السيدة الوزيرة تحرك، حتى في زيارة بعض الفنانين إلى بيوتهم أو في إزداء تعليمات لتكون مساعدة مادية مباشرة. وأنت تتحدث عن هذه المساعدات، الفاعل الكبير في هذا الظرف هو الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. لو حدثتنا أستاذة عمليا، كيف ساعدتم الفنانين في هذا الظرف؟ يعني هذا المهم التكمين اللي ما قاله السيد عيادي، ان فيه كان فيه اجتماع في الوزاره متكون من مدراء يعني ومع الديوان، خولت الامور الى الديوان بما انه يعني من عادته يعني تغطيه مصاريف في مواقف صعبه. انا تكلمت سبق وتكلمت على 2003 عند زنزال بومرداس، كانت يعني منطقة الجزائر العاصمة بومرداس تيزي وزو، مناطق يعني كثيرة وين ساكنين فنانين ومؤلفين وانقاصوا بهذا الزلزال، كان فيه إعانة يعني بنفس الشيء. يعني أنا نشبه لهذاك 2003، لماذا؟ لأنه يعني الديوان من صلاحيات نتاعه يعني حماية التراث، حماية المعنوية والمادية للمؤلفين، زائد على هذا تغطية اجتماعية، فيه معاش زائد، فيه منحة شيخوخة، فيه تغطية مصاريف عندما يكون فنان في صعوبات، وفيه كذلك تغطية مصاريف الدفن. هذه من يعني قوانين محددها باش الديوان يقوم بها، ومن صندوق اجتماعي مكون من مساهمة المنخرطين. عندما تكون كل مؤلفة مستغلة قبل ما توضع الحقوق تدفع الحقوق إلى ذويها، فيه تخزين 10% من هذه الحقوق لتمول هذا الصندوق منذ نشأة الديوان. يعني احنا فيه الان اكثر من 200 او 300 فنانين ومؤلفين فاتوا 60 سنه، يعني كيفتحوا عندهم الحق باش يديوا المعاش، زائد على منحه الشيخوخه عندما يكون 65 سنه وما عندوش ما يتوفرش فيهم شروط باش يكون عنده المعاش ياخذ منحه الشيخوخه بعد 65 سنه. يعني وهذه مفتوحة لكل المنخرطين للديوان، لحد الآن يعني وصلوا 20,000 منخرط، منها من وصلوا 60 سنة 65 سنة، منهم من توفى وهم منهم اللي كانت في وضعية صعبة مرض أو يعني شيء مشابه، كان الديوان يأخذ من هذا الصندوق لتغطية هذا. إذن في هذه الجائحة هذه كان فيه بعد الاجتماع مباشرة قام الديوان ب يعني فتح عبر شبكة الانترنت يعني لو سيت www.onda.zd، فيه تسجيلات للفنانين ل يعني الأعمال نتاعهم تجمدت
بسبب هذه الجائحة، وخاصة نحن عارفين أنه شهر رمضان كثير الفنانين يعني الشغل نتاعهم اللي في السنة ممكن يكون يتركز في شهر رمضان، لأن صحيح. كل يعني كان فيه برامج عمليا أستاذة ماذا قدمتم؟ قدمنا يعني الآن قلت لك التسجيلات هذيك وصلت لأكثر من 5000 تسجيل. كان فيه يعني تريتمون تاع الملفات، كان فيه لأنه لازم يكون منخرط، لازم فيه شروط. إذن احنا حررنا هذه المنحة إلى تقريبا 2300 مستفيد منخرط بالديوان استثنائية بقرار من سيد الوزيرة، لأنه منحة استثنائية من الصندوق. أيوة. بغض النظر عن تسديد تكاليف كل المشاريع التي كانت مبرمجة في المؤسسات سبق لها التسديد كما قال السيد عيادي، الحقوق أعطت، يعني هذه ما خاطئة حقوق، هذه من الصندوق الاجتماعي. أيوة. هذه إعانة استثنائية تبقى الحقوق، لأنه هذا العام مش حنحس والفنان مش راح يحس بالحقوق نتاعه ولا راح تروح، لأن هذا التوزيع يخص عام 2019. عام 2021 يكون توزيعات 2020، وهنا يعني يكون الفنان راح يحس بال أخذ الأتاوي اللي راح تكون يعني نقص. في هذا الإطار، في هذا الإطار سيدة الوزيرة طلبت من الديوان أنه يسرع في تسديد المستحقات لي ريدوفونس تاع الفنانين في قبل الأجل، يعني قبل نهاية السنة، حتى يساعدوهم في الظروف هذه الصعبة. أستاذ سعدان شكرا لك على الحضور، وأريد الانتقال إلى النغم وضيوفها. تفضل. نعم فرحات، عودة الآن إلى المبدعين الشباب الذين استطاعوا أن يمثلوا الجزائر أحسن تمثيل في الكثير من المهرجانات الدولية. نبدأ بالرواية مع أحمد طيباوي، مرحبا بك من جديد. طبعا أحمد طيباوي تحصل على الكثير من الجوائز الوطنية والدولية، من بينها جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الروائي عن رواية موت ناعم، وجائزة رئيس الجمهورية علي معاشي للمبدعين الشباب عن إصدار روايته المقام العالي، عنوان جميل. عادة طيباوي نجد الروائيين خريجي الأدب، لكن طيباوي هو له دكتوراه في التسيير، هكذا إدارة الأعمال، في إدارة الأعمال، يعني التخصص مخالف تماما، وهذا شيء مميز فيك. لا هما يعني أكثرية أو الأغلبية مبدعين هم من تخصصات يعني اقتصاد أو تخصصات علمية، الدارسين أكاديمي النقد أو غيره يكون يعني تخصصه أدب. السبب لا أدري تحديدا لماذا، ولكن يعني هذا هو الواقع. جميل التميز، وهذا ما نجده في أحمد طيباوي. طيب يريد نتوقفوا عن الجائزة المهمة اللي تحصلت عليها، جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الروائي، يريد يعني نسلطوا عليها الضوء. طبعا شرف أنه إنسان يحمل جائزة باسم طيب صالح، وهو روائي سوداني مشهور، توفي في 2009، وهناك في السودان يعني شركة اتصالات خاصة مع تنسيق مع الدولة، كان خصص جائزة يعني للرواية، والمشاركات مسموحة من كل الدول العربية. طبعا طيب صالح مترجم لأكثر من 30 لغة ومعروف جدا، توفي في 2009 قلنا. نعم. كانت هذه الجائزة تحصلت عليها بعد جائزة رئيس الجمهورية مبدعين الشباب في 2011. نعم. علي معاشي في أيام مشابهة لهذه الأيام في 8 جوان، ويعني نثمن أن الدولة خصصت يوما للفن، ومعه ممكن القول الفنون والأداب، احتفاء، وهناك جوائز في مجالات مختلفة، رواية، شعر، قصة، مسرح، وحتى سينما.
وهذه الجائزة التعليم عاشي كانت فاتحة لكثير من المبدعين أنا وغيري، يمكن يعني خاضوا أفاقا جديدة. جميل. طيب طيباوي، نلاحظوا أنه الرواية تحصد أعلى نسبة مبيعات في المعرض الدولي للكتاب، يعني هذا اللون الأدبي انتشر بكثرة خاصة عند الشباب، ما السبب في ذلك؟ هل ربما لأنه ينقل تطلعاته ربما؟ أين يبدو أنه في كل عصر كان هناك فن أدبي معين قد تميز في زمن ما، كان الشعر ما كان يسمى هو ديوان العرب. نعم. في عند الرومان مثلا وقبلهم حتى في اليونان كان المسرح هو الغالب. الرواية ربما لأنها ارتبطت بالصورة، ونحن في زمن الصورة، لا أدري إن كان من الإنصاف القول بأن الشعر قد تراجع، ولكن واضح جدا بأن الإقبال على النصوص الروائية أكثر، يعني أكثر من الإقبال على غيرها في الجزائر وفي غير الجزائر، يعني هذا ليس خاص بنا. صحيح. طيب يحضر معنا أيضا شاعر أحمد بوفحتة، وهو أيضا تحصل على العديد من الجوائز الوطنية، من بينها جائزة علي معاشي للمبدعين الشباب وجوائز دولية أخرى أيضا، تحب تحكي عليها حتى نعرف المشاهدين بالشاعر أحمد بوفحتة، هذا الشاعر اللي يقدر يعني أن تكون له مكانة مميزة في الوسط الأدبي والشعري خاصة. شكرا نغم. أتحدث عن آخر جائزة كانت في المملكة العربية السعودية هذا العام، وهي جائزة البردة، جائزة البردة العالمية للشعر، من بين أكثر من 300 أو 400 مشارك من مختلف البلدان العالم. نعم. ومن بين أكثر من 70 شاعر جزائري. الحمد لله تحصلت على جائزة من بين الجوائز، إضافة إلى ما قبلها من جوائز في المغرب وفي تونس وفي مصر، والتأهل للتصفيات النهائية لمسابقة أمير الشعراء التي تعتبر أكبر مسابقة في الشعر في الفترة المعاصرة. تأهلت مرتين العام 2017 وعام 2019، وكانت المشاركتين يعني مقبولة بالإجماع من طرف النقاد الثلاث، وكانت فرصة يعني مع أنه أطمح في المواسم المقبلة أن تكون المشاركة أفضل مما كانت سابقا، لكن دائما نحترم الظروف الشخصية التي شاركنا فيها، ونحترم أيضا المشاركين. دائما الكاتب أو الشاعر لا يعتقد نفسه أنه دائما لابد أن يفوز هو، أو دائما لابد أن ينتقل إلى مراحل أخرى، لأنه دوما يكون في مرحلة بحث عن التجديد وعن أن يصير أقوى نصا بعد نص. لذلك نبقى دائما نطمح لأن نكون أفضل. من بين المسابقات التي أتمنى أن أكون أفضل فيها هي مسابقة أمير الشعراء إن شاء الله. إن شاء الله يا رب إن شاء الله. لكن أحمد، يعني هل تشوف يعني الجوائز يعني هي كافية حتى يستمر الفنان أو حتى يستمر الشاعر أو الأديب؟ ألا يعني يستوجب وجود بيئة سليمة حتى يواصل الفنان في عطاءاته ويبقى يتقدم في كل مرة؟ فعلا سؤال عميق جدا ويطرح إشكالية كبيرة، لأنه الفنانين حسب رأيي أنا نوعين، الفنان الفردي والفنان الجماعي. نعم. الفنان الفردي يمكنهم بعد حين، مجموعة من الفنانين الفرديين بعد حين يمكنهم أن يصنعوا جمع من الفنانين، لكن العكس لا يمكننا أن نقسم جمع من الفنانين لنحصل على فنان. وبالتالي الجوائز هي تعطي نشوة معينة لأي كاتب أو أي فنان في مرحلة معينة، ربما تتغير الأهداف من كاتب إلى كاتب أو من فنان إلى فنان من خلال المشاركة في مثل هذه المسابقات. ربما نقص النقد في الجزائر خاصة وفي الساحة العربية عامة، يعني يكون يعني محل نقد. نعم. وحتى يعني يعرف يعني من ناحية الإعلامية يعرف. نعم. من جهة أنك تكون لك شجاعة أنك تضع نصوصك تحت مجهر النقد الحقيقي، لأنه في المرحلة الحالية
هي أغلبية القراءات تكون قراءات سطحية في وسائل التواصل الاجتماعي مثلا، لكنها لا تبقى، لكنها تبقى ناقصة جدا. أيضا القراءات للقراءات الأكاديمية أغلبها تستهلك أسماء قديمة وأسماء يعني استهلكت في الكثير من الدراسات، بالتالي تبقى في الفترة الحالية مثل هذه المسابقات المتنفس الوحيد تقريبا الوحيد للشاعر. هل يطمح أحمد إلى عودة عقادية الشعر مثلا؟ نعم، عقادية الشعر هو ما يشابهها في الكثير من النشاطات. أتمنى يعني مثلا من مديريات الثقافة أن تكون لها نشاطات أكثر جدية ولا ترتبط خاصة بالأعياد الوطنية أو بالمناسبات، أن تبقى طيلة العام يعني نشاطات، ولما تأتي الأعياد والمناسبات تكون يعني لنا خبرة وللمؤسسات خبرة في مثل هذه النشاطات. يعني دائما الفن لا يجب أن نحصره في مناسبة معينة. طيب، جميل أن يكون الشعر والرواية والمسرح كلهم في بلاتو واحد، جميل الانفتاح الفنون على بعضها البعض. طيب، أنتقل إلى وليد عبد الله، طبعا هو ممثل ومخرج مسرحي وسيناريست أيضا، تحصلت على الكثير من الجوائز من بينها كنت أحسن شخصية مغاربية شابة، حنتكلم عليها، كانت في المغرب، تكلم عليها. أكيد، مساءكم سعيد، عيد سعيد لكل الفنانين، وشكرا على هذه الاستضافة المميزة. وليد عبد الله مخرج مسرحي، رئيس جمعية المنارة الثقافية لمدينة قرص ولاية بومرداس، لي تجارب في الإخراج المسرحي والكتابة الدرامية وكذا، بعض التجارب في بعض السلسلات الفكاهية وكذا، سيناريوهات مختلفة. نعود للجوائز، كنت تحصلت، شاركت، يعني هذا ديجا كان حلم بالنسبة لي، أنه وضعت عرضي المسرحي المعنون ببراغيث، كان دراماتورجيا وإخراج وليد عبد الله. هذه المسرحية اللي حصدت 26 جائزة، ما السر في ذلك؟ سرها في بساطتها وفي إيمان بالفكرة، لأنه مسرحية براغيث كنت أول مشاركة لها، شاركت في المغرب حوالي 500 عمل مشارك في هذا المهرجان الدولي لساسفة بالمملكة المغربية. يعني أنا قلت أن بحد ذاته نجاح العمل بحد ذاته، حتى أن نوصله فقط للمهرجان ما خممناش أنه يعني نتنافسه على مختلف الجوائز في المهرجان الدولي، لكن كنت أصغر مخرج في هذا المهرجان، وخاصة أنه مهرجان الدولي للمسرح المحترف، يعني ما هوش مسرح الهواة، وكنت توجت بالجائزة الكبرى، جائزة أحسن عرض متكامل، جائزة أحسن نص، أحسن إخراج، وأحسن ممثلة. يعني حتى الدكتور المغربي كان رئيس لجنة السيد محمد عبد الغفار قائلا أنه لولا قانون المهرجان لعادت كل الجوائز للجزائر، بما أنه العمل العلم الجزائري يعني يرفرف في هكذا مهرجان، يعني ما تقدريش تصوري الفرحة اللي فرحتها، خاصة أنه اسم الجزائر وعلم الجزائر يرفرف عليا في مثل هكذا محافل دولية. ما رأيك في مسرح الهواة قبل أن أختم معك وليد؟ مسرح الهواة في الجزائر، مسرح الهواة أو مسرح المحترف، يعني كاين نقاط يعني صغيرة فقط اللي تفصلنا على هذا النوع بين مسرح الهواة ومسرح المحترف. الهواة ما هوش من أقول أنا أماتور، يعني أقول أستصغر هذه الكلمة بالنسبة للمسرح المحترف، بالعكس، يعني الهواة يأتي من أهوى هذا الشيء أو أهوى هذا الفن، فقط تبقى نقاط مختلفة، لكن أنا نشوف أنه مختلف المخرجين ولا المسرحيين سواء ممثلين ولا كتاب ولا غيرها من ذلك، يعني يشاركوا في المحترف هو نفسهم اللي نلقاهم في مسرح الهواة سواء في مستغنم وغيرها من المشاركات الوطنية. جميل جدا، شكرا لكم على الحضور، وطبعا يبقى الهدف من البرنامج أن نوصل صوت الفنان، أي أن يكون همزة وصل بين الفنان وبين الجهة الوصية. الآن سنستمع إلى رسائل الفنانين. Thank you.
السلام عليكم. اليوم عيدنا، عيد الفنان. مبروك علينا إن شاء الله، كل عام احنا بألف خير. ماذا بي اليوم عندي رسالة نقولها لوزارة الثقافة. دابوغ نرحبوا بالوزيرة الجديدة اللي جاتنا، مدام لا مينيستر، مرحبا بك. Vous aussi, vous êtes une artiste, puisque vous êtes au ministère de la Culture. Donc, vous êtes une artiste. Alors, Madabina, la chose, la première chose, c'est le statut de l'artiste. La retraite de l'artiste. Yutlubu, dans le sens propre du mot. Alors, le ministère de la Culture, il s'occupe de ces artistes qu'ils ont donné, qu'ils ont représenté le pays, dans notre pays, à l'étranger. J'ai beau des médailles, j'ai beau des coupes. Alors, au Hajjara, organiser des soirées, il y a des tournées à faire à travers le pays, chez l'artiste. Inch'Allah, il est riche, puisqu'il vit de ses des cachets, des médoulos. Donc, Madame la Ministre, encore une fois, on compte sur vous, sur votre savoir aussi. Je sais que vous êtes encore, vous venez d'arriver. On vous souhaite bon courage et vraiment, il faut mettre le paquet avec les artistes. بارك الله فيكم وشكرا جزيلا. أزول في الأول، السلام عليكم. بلاي تقلولا يذون المنداد بس أغناو أنازور أولي وذوا أنازور يحواج أسقس الكمال للخدمة، ماشي كان يبوس ودي تقيد دالة. اليوم الوطني للفنان، الفنان يحتاج الخدمة عام كامل، ماشي نتفكروها غير في 8 جوان. عام كامل هو قاعد ويلحق الشهر واحد يحاول يخدم فيه، ولا هداهم ربي، لخاطر من في البرمجة ماشي كامل الفنانين يشاركوا. بهذه المناسبة السعيدة، مناسبة يوم الفنان، أتقدم بأحر تهانية، وأتمنى لكل فنان إن شاء الله بعد ما ربي يرفع عنا هذا الوباء نتمنى له أعمال جديدة في جزائر جديدة. الفنانون هم هكذا دائما يحملون النوايا الطيبة لكل الناس ولأهل الفن. من أجل تباعد اجتماعي ونحن نعيش هذا الظرف القاهر، يحضر معي الأستاذ عمر عاشور، دكتور عمر عاشور. أستاذ عمر عاشور، عمر عاشور المعروف في الساحة الأدبية وشاعر معروف بابن الزيبان، يصر على تسمية ابن الزيبان في مدن الشمال. يعني أهلا بابن الزيبان، أنت تمثل الطرف الفني، حدثنا عن هموم الفنانين اليوم وعن انشغالاتهم. مساء الخير، تحية لكل الفنانين الجزائريين بمناسبة يومهم الوطني. بحكم علاقتي بالساحة الفنية من خلال المهن التي مارستها، أعتقد أن الكثير من الفنانين الجزائريين يوجدون في وضعية صعبة، إما مهنيا أو اجتماعيا أو قانونيا، والمشكلة تتعلق في الأساس بغياب نصوص قانونية واضحة تحدد من هو الفنان. هل هو الذي يمارس الفن كهواية وهذا شيء آخر، أو الذي يمارس الفن كمهنة، كمصدر رزق وحيد يسترزق منه هو وعائلته. هنا الإشكالية. هذا الفنان الذي يمارس هذه الفن كمهنة، هل توجد ضمانات اجتماعية؟ هل توجد شركات يعني يمارس فيها هذه المهنة؟ شركات مثل ما يوجد في الدول الجوار والدول الإقليمية، شركات للإخراج، شركات للإنتاج السينمائي. تعرف نحن عندنا مشكلة أننا حين نريد أن ننتج مسلسلا يجب أن نذهب إلى بلد
مجاور، وبالتالي لابد أن تكون هناك نصوص تحدد من هو الفنان وكيف يمارس هذه المهنة حين يمارسها، ما هي حقوقه، وحين يوجد في فترة عطلة أو في فترة راحة أو في جائحة مثل ما يحدث حاليا ما هي كذلك حقوقه. وبالتالي أعتقد أن الفنانين اليوم عليهم أن يتوحدوا في نقابة بعيدا عن كل الجمعيات المهنية، جمعية الشعراء أو الفنانين أو الموسيقيين، هذه مرتبطة بالفن كفن كظاهرة فنية. لا بد للفنانين كي يصل صوتهم ويفرضون أو يوصلون مطالبهم إلى الجهات الرسمية، لا بد أن يتوحدوا في نقابة مهنية تدافع عن حقوقهم وتدافع عنهم بشكل موحد. تعرف نحن قارة وفي كل بلدية وفي كل دوار يوجد العديد من الفنانين، هل كل فنان يجب أن ينتقل إلى وزارة الثقافة؟ لا بد أن يتوحدوا في نقابة واحدة تدافع عن حقوقهم. أنت تتحدث عن قسم، عن جهة، عن جانب هو جانب الفنانين الذين ينبغي أن يتوحدوا حتى يسمعوا صوتهم، ولكن قبل قليل كنا استمعنا إلى الوزيرة وهي تتحدث عن فتح ورشات جديدة، ورشات كبيرة من أجل الوصول إلى الفنان وتحقيق هذه المطالب. نحن نتحدث هذه الأيام عن جزائر جديدة تحاول أن تنهض بعد ظروف صعبة ماضية. أريد التوجه بالسؤال إلى الأستاذ بن دعماش. أستاذ بن دعماش، عمر عاشور هو أستاذ في الجامعة ويتقاضى أجرا في الجامعة. هناك فنانون يقتاتون كما يقول الأستاذ عمر، يقتاتون من الفن، كيف تميزون بين الاثنين؟ هو يعني عنده الحق الأستاذ في تصنيفه الإشكالية، وهي الفنان اللي يدير الهواية وفنان الآخر اللي يقتات بها العيش تاعه اليومي. هذا فكرت فيه الدولة يعني بطبيعة الحال في تأسيس هذا المجلس، وفي اعتراف الدولة للفنان كفنان عنده مهنة، هذاك الشيء اللي راه يعمل فيه لازم يأمن باللي هذاك هو اللي راح يجيب له القوت تاعو. هذاك الفنان لو كان ما يجيبلوش القوت تاعو راه ما يكونش الفنان مهني، يولي هاوي، يولي نهار يخدم وسبع شهور ما يخدمش. يعني كاين اللي يديروا كيما هكا، ولكن ما نصيبوش هذاك الفنان الهاوي اللي حب يولي محترف. الوغ هنا الاشكاليه ان الدوله هنا دخلت فاش؟ دخلت في الاعتراف الأول، وهذه المادة الأولى تاع هذاك القانون المجلس الوطني لفنون الأدب، يقول لك الدولة تعترف به وتعطي له بطاقة، هذيك البطاقة رمزية فقط، يعني تكون إلكترونية ولا تكون بطاقة تاع ورقة ولا حاجة ما عندهاش أهمية، ولكن الاعتراف راهو عنده عنوان وراهو عنده رقم وراهو عنده اعتراف من طرف الدولة، وهذا هو المهم. الشيء الثاني يعني من بعد الاعتراف، وهو كما ذكرناه في البداية، هو الضمان الاجتماعي. هذا هو اللي كانت تستناه الدنيا كل في الميدان الفني. واحد ما عندوش باش يشري دواء، احنا نعرفوا هذه الامور هذه في الميدان، يعني كما كنت تفضل به الجزائر قاره وفيها، شكون هو اللي يجيك الجزائر ولا شكون هو اللي يعرف هذه البطاقه وشن هي ولا كيفاش يمدوها له. هذه البطاقه تدخلك للضمان الاجتماعي بظروف خاصه، وهذه معروفه، يعني القانون موضوح في هذا، واضح في هذا الموضوع. صبنا حتى 10,000 الفنان، كانت تفضلت به الأستاذة قالت 20,000 مؤلف، ولكن الفنانين هادو اللي يمارسوا هاد المهنة سواء هواية ولا فنان محترف، هو اللي يحب يديرها يولي محترف. هذا باقي الجزء الثالث. الجزء الثالث هو علاقات تاع هذاك الفنان، علاقات المهنية، علاقات تاع الضرائب، علاقات تاع كما تفضلت به المهنة، ناس تاع المهنة، مثلا جمعيات خاصة ب ولا مؤسسات خاصة بهذيك المهنة المعينة، مثلا اورغانيزاسيون بروفيسيونيل، نقولوا هيئة احترافية تتخصص الا بالكاميرامان
مثلا بالموسيقيين اللي يلعبوا هذيك الآلة ولا الآلة الأخرى ولا المسرحيين ولا المخرجين ولا هذا، عندهم كل واحد عنده نقبة تاعو. هذه هذا في 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 المنظمات المهنية كاين، هذا ما عندناش حنا الآن، مازال الآن ما درناهاش. بصح شكون هو اللي يفوت الأول؟ اللي يفوت الأول هو القانون، وحنا كي ما عندناش القانون ما نقدروش نديروا هذوك اللي زورغان، خاطر القانون هو اللي نص على هذه على هذه المؤسسات اللي يخليهم يتأسوا فيما بعد. زيد حاجة أخرى، نقابة قوية للفنان، هذيك ما زالت ما عندناش الآن. يعني كانت فيه محاولات عديدة من طرف الجي تي اي، يعني سنوات عديدة ولحد الآن ما زالت أمور تمشي هكذا، ولكن ما يقدروش لو كان ما تكونش نقابة قوية تاع الفنانين، ما كانش واحد اللي دافع على الفنانين بطريقة اللي عندها معروف معترف بها عبر العالم. هذا أستاذ هذا التصنيف بين الاثنين، وعمر عاشور حاضر معنا يعرف هذا الطرف ويعرف الآخر، يبدو أن أنتم المشتغلون في قطاعات أخرى وتتقاضون أجور، أنتم لا تسعون إلى الحصول على هذه المساعدات ولا حتى على البطاقات مثل الأساتذة في الجامعة وغيرهم من الذين يشتغلون في قطاعات أخرى. صحيح كما قال الأستاذ، يعني البطاقة الفنان هي قضية معنوية، هي لا تصنع فنانا. ما يخص الفنان هو المحترف أو الفنان كمهنة أين يمارس عمله، باستثناء المسرح الوطني كما قال الأستاذ سابقا، لا توجد مؤسسات تشغل الفنانين. هل هناك مؤسسات تشغل الموسيقيين؟ هل هناك مؤسسات تشغل الممثلين؟ هل هناك باستثناء المسرح أو البالي الوطني الذي بعض الراقصين حتى المسرح الوطني مؤخرا يعاني الكثير من الأزمات المالية، ربما الكتلة المالية التي يصرفها لا تتعدى كتلة الأجور العمال المهنيين الذين يشتغلون بها. وبالتالي على الفنان على الفنانين أن يحولوا الفن إلى مهنة، يصبح الفن هو العمل الوحيد، أنه إما يشتغل في مؤسسة عمومية أو يشتغل في مؤسسة خاصة، ولكن يشترط حين يشتغل في مؤسسة خاصة أن تدفع له حقوقه، أن تدفع عنه الضرائب، أن تدفع عنه الضمان الاجتماعي، أن تدفع عنه كذا، وبالتالي نذهب إلى قضية احترافية. أما أنني كفنان أشتغل مع مؤسسة خاصة مقابل مبلغ معين لا يصرح به حتى بطريقة قانونية لدى الضمان الاجتماعي أو لدى الضرائب، من باب ربما حتى لا تقتطع منه هذه الضرائب، فهذا حتى الفنانين يجب أن لديهم نوع من الوعي أنهم يجب أن يفرضوا الفن كمهنة، سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العمومي. تريد أن عندك أموال، أخذت قروضا من وكالات تشغيل الشباب، تريد أن تنتج فيلما أو مسلسلا، تبحث عن ممثلين، لابد أن تكون الأمور واضحة عن طريق العقود وعن طريق التصريحات ودفع الحقوق ثم أخذ الضرائب. هكذا نصل إلى الفن كمهنة. أستاذ عيشية، هو يتحدث عن ظرف يعيشه الفنان، ربما هو مرتبط بزمن مضى، وأنت من الذين كانوا فاعلين في التفكير في القانون الجديد الذي تتحدث عنه الوزيرة. الديوان يعني هو ديما يرافق الفنان في قانون 2014، عندما كان يعني القانون أصدر لتغطية يعني بطاقة الفنان من الكنان، الديوان كان حاضر ساهم في يعني في العملية هذه منذ البداية، ولل يعني للتفرقة مع الأستاذ أنه يعني العامل شهر في مؤسسة المشكل ماهوش مطروح، للفنان اللي حر المشكل كان مطروح، لكن ببطاقة الفنان كان في يعني المرافقة من الديوان عملت مكتب خاص لتسجيل هؤلاء الفنانين في الضمان الاجتماعي، وهذا قانونيا يعني معمول به، فيه يعني عامل مختص في هذا المجال يرافق الفنان حتى يعني تصدر له بطاقة الشفاء، لا كارت شفاء، ويعني بهذا الحال يكون عنده تغطية مرضية أو يعني لشراء دواء، ولا نفس البطاقة اللي معمول بها لكل مواطن جزائري يعني عنده مهنة حرة أو شهر في مؤسسة معينة. عمر عاشور، أنت ليس لديك بطاقة فنان؟ لا، عندي بطاقة شفاء مهنية.
بطاقة مهنية لك كفنان؟ ليست لدي بطاقة فنان وليست لدي بطاقة صحفي، ولا يوما وضعت ملفا لأنني حين أكتب كصحفي عندي بطاقة عادية في إطار المؤسسة. هي أمور كثيرة تراجع هذه الأيام، لأن يبدو فيه نوع من فيه نصوص قانونية عمر بدأت. فيه نية للإصلاح، في نية الإصلاح وبوادر للتغيير وورشة مفتوحة. سنتحدث فيما بعد، بعد عام، بعد عامين، بعد سنتحدث وتكون معنا لتناقشنا. إيه بالطبع. ولكن أنت كفنان أنت زهدت لأنك أردت أن تترك هذه الحقوق للذين يحتاجونها فعلا. لا، أنا مدام أنا راني موظف وعندي حقوقي. أعطيك صح. فلماذا أنني أزاحب الآخرين في حقوق بعض الحقوق المعنوية؟ ليس له الحق أن يكون تكون عنده بطاقة شفاء ثانية. هو مواطن جزائري واحد، يعني ما هوش اثنين. بالنسبة برك للترقيم ل 11,000 في المجلس الوطني و 20,000 في الديوان. الديوان واحد مبدع، عنده مبدع، يعني عنده المهنة، مش مهنة، عنده الإبداع، لكن ممكن يكون مؤدي ذاته. وفي هذه الحالة معدود مرتين، لأنه الأداء فئة والإبداع كما قلت سابقا فئة أخرى. إن أرى الكثير من الفنانين يعاني أمراضا مزمنة، البعض يتم التكفل به بطريقة ما، والبعض ربما يعانون في صمت ويعانون في النسيان. وبالتالي لابد أن تكون بطاقة الفنان توفر نفس الحقوق لنفس الفنانين. حين يقع الفنان في مرض ما، مرض صعب، مرض مزمن، فلماذا هذا نتكفل به في إطار مؤسسات الدولة وهذا لا نتكفل به؟ يجب أن تكون النصوص وهذه البطاقة تضمن لجميع الفنانين نفس الحقوق ووفق الدرجات التي يشتغلون بها. أستاذي الكريم، هذه موجودة الآن، يعني الفنانين اللي تسجلوا عندنا وعطينا لهم بطاقة الفنان. يعني نتكلم على روحي كرئيس هذه الهيئة هذه حتى 2019، انت ما نقلت إلى هيئة واحدة أخرى، ولكن في هذاك الفترة هذيك هذاك الفنان اللي يأخذ هذه البطاقة ويروح يدخل الضمان الاجتماعي ويخلص حقوقه وتولي عنده بطاقة كما سائر العمال في الجزائر، يعني وعنده نفس الحقوق ونفس كيف يدير الاخرين، يعني هذا شيء. ولكن كاين اللي ما يدير كيما انت مثلا، لو كان عندك بطاقه الفنان تبقى شاد الضمان الاجتماعي تاعك الاول وانت حر، هذه هي. ولكن اللي ما عندوش، اللي ما كانش عنده، وكثير من الفنانين نعرفوهم شخصيا هكذاك ما عندوش هذيك البطاقه، يروح من يمرض يروح يشري هو بدراهمه ويعيا، ولو كان ما يكونش ولاده ولا يكون معاه ناس ولا حاجه يروح هذاك السيد ويموت بلا وقت. هذاك الشيء اللي كانوا عايشوا الفنان، وكي تقول الفنان يعيش في يعني لحظات مزريه، فعلا كنا عشناها ومازال نعيشوها لحد الان، على خاطر القانون للفنان مازال ما وجدش في بلادنا. رانا الآن في البداية، هي الاعتراف، هي الضمان الاجتماعي، تبقى تغطية الاجتماعية، بقي الجزء الثالث وهو علاقات العمل. علاقات العمل كيفاش هو هذاك الفنان يتعامل مع الفنانين الآخرين؟ ما نهدرش على العمل تاعه كمبدع ولا لا لا، كفنان بصفة عامة كيفاش يتعامل مع ناشر، كيفاش يتعامل مع هيئة عمومية، كيفاش يتعامل مع خاص، كيفاش يتعامل مع تلفزيون، مع راديو، مع أي واحد، باش يكون عنده تتنظم اسمها لو ديكري دو رولاسيون دو ترافاي، علاقات العمل. هذا هو اللي راه يخص عندنا الآن، مازال ما دققناهش مليح، يعني راهو في الدراسه كما تفضل به الاستاذ سعدان من قبل، يتكلم على لا نومونكلاتور تاع لي ميتي. احنا ما كانش عندنا القائمه تاع المهن الرسميه تاع الفن، ما كناش نعرفوها كيفاش. سامحني دقيقه برك، كنا مثلا تروح عند مؤسسه عموميه وانت فنان، تقول له انا فنان باغي ندخل معاك وانت المؤسسه تاعك هذه توظف الفنانين، مين تروح في الملف تاعك؟ ما تصيبش انت يا فنان موسيقي ولا كاتب ولا تصيب اداري، تصيب مثلا امبلوي ادمنستراتيف ولا كش حاجه. هذا هو اللي كانت لابيراسيون اللي كانت موجوده، كانت هكذا. ما حتى ولاو يعني ما يولي الفنان ماهوش معترف به.
ولكن منذ 2012 يعني الامور هي واضحه وراهي كاينه والدوله تعترف بك وتقول انا المهنه تاعي موسيقي، مهنه تاعي كاتب، وياخذها بعين الاعتبار. شكرا سي بن دعواش. ربما كانت احكام عمر عاشور مرتبطه بظرف لم تنتهي ملامحه بعد، عندما يظهر هذا القانون ولما تظهر التدابير الجديده وهذه الورشات التي تتحدث عنها وزاره الثقافه سنتحدث ويكون حكمنا حكما حقيقيا. انت تحكم على الاكثر على وضع هو مرتبط بزمن مضى شابته كثير من السيئات، ونحن نعترف ويعترف حتى المسؤولون بهذا. عمر عاشور شكرا لك على الحضور، نلتقي بك في مواعيد اخرى ان شاء الله. شكرا لك. شكرا. واريد ان اقدم الان موضوع لفاطمه بن بريكي، يتحدث عن الشباب المبدع وعن الابداع في ظرف استثنائي مثل هذا الذي نعيشه. اليكم. جائحة كورونا غلقت الأبواب وأزدلت ستائر المسرح وكفت نوتات الموسيقى عن السفر هنا وهناك وعلقت جميع الفعاليات الثقافية في البلاد، ما جعل وزارة الثقافة بهياكلها ومؤسساتها عبر التراب الوطني تختار تقاربا إلكترونيا في ظل التباعد الاجتماعي، متخطية الظروف الصحية الراهنة ومتخذة من الثقافة الافتراضية عنوانا لها خلال الأزمة الوبائية، لتبث برنامجا منوعا عبر منصات التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي. نجح كورونا وطال عمره، ولم يمنع هذا الجهات الثقافية والفنية من متابعة نشاطاتها من المباشرة إلى الافتراضية، ما دفع بالجمهور القابع بالمنازل لمتابعة تلك الأجواء التي كانت جزءا من يومياته. فجاء الاحتفاء بفرسان الخط العربي والزخرفة والمنمنمات ختاما لمهرجان افتراضي أسهم في نجاحه عشرات الخطاطين والمبدعين. وضمن سلسلة المحاضرات الافتراضية حول التراث الثقافي شارك دكاترة وباحثون بأعمالهم حول الآثار الإسلامية في الجزائر والتراث الثقافي الطبيعي للحضائر الجزائرية. هذا وأطلقت الوزارة منصات تكوينية رقمية، دروس الماستر هوم، مضامين بيداغوجية تعنى بالتكوين الفني عبر الفضاء الرقمي كدروس الكمان والبيانو والعود، كجسر فني تعليمي لعشاق الموسيقى وهوة الفن. نأخذ إنغام سيمينار كنزيدون سر أكتر يقولوا تكا 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 وعلى الفن الرابع أو أبو الفنون برمجت عشرات الأعمال المسرحية عبر قنوات اليوتيوب للكبار والصغار. كذا وأطلقت الوزارة منتدى المسرح الذي انفتح حتى على العالم العربي. هذا وفتحت دور الثقافة مسابقة للقراءة الإلكترونية والقلم الذهبي وخوض غمار التجربة الإبداعية في الكتابة ومنافسات لأحسن صوت وأحسن نص حول الجائحة وورشات حول التوعية والتحسيس. وجاءت المكتبات بالقراءة الافتراضية والكتاب أونلاين. وعن الزهر
الزيارات الميدانية للمواقع الأثرية والمتاحف. تتواصل المتاحف مع زوارها وتسافر بهم في رحلات عبر الزمن من خلال التجوال داخل المتاحف والمحميات وشرح شامل حول المعروضات. وحيز مهم للفنان بين الإبداع والصمود في زمن الأزمات والمحن، وندوات دولية للاهتمام بوضعية الفنان وانشغالاته. هكذا كانت الثقافة افتراضية في زمن الكورونا. شكرا لك فاطمة بن بريكة على الموضوع. وتحظى الجزائر بطاقات إبداعية شابة كبيرة جدا تستحق منا كل الدعم. نرحب بالفنان أمير سفاح، أهلا وسهلا بك. مساء النور، مساء النور لكل الحضور، مساء النور لكل متتبعينا. شكرا. كما أرحب بالفنان التشكيلي علي يمني. شكرا. اللي جانا من تيارت، وأمير سفاح جانا من باتنا، شرفتنا بحضوركم. سفاح. إذن أمير، أمير في الحقيقة أنا أحتار في أي خانة أضعك. هو فنان متكامل حقيقة، يكتب القصيدة، يلحنها بالآلة التي يصنعها بيده وهي آلة العود. هذا إنجاز في حد ذاته، أنك تصنع العود بنفسك. والله يا سيدتي الكريمة، شرف كبير لي أني نكون نكتب الكلمة بنفسي ونلحنها بنفسي بالآلة اللي صنعتها بنفسي. شرف كبير لي لأني أولا وآخرا جزائري أنا. حتى ولو كان وصلت أغنية للعالمية يقولوا هذا الفنان الجزائري اللي صنع العود نتاعه بيده وعزف ولحن وكتب الكلمة بيده ولحنها بيده وغناها بصوته. شرف كبير لي. أمير هو أستاذ موسيقي أيضا. درست موسيقى وندرس موسيقى للمجموعات الصوتية. نحاول نكون فرقة كورال دوما في نفس المحاولة. كي نلقى الدعم من مسؤولين تاعنا، مسؤولين الثقافة، كي نلقى الدعم يخليوا لي الفضاء، يخليوا لي مسرح وين نقدم الأعمال هذا ونقدم. كي نلقى أمور اللي تخرج عن نطاقي نتأسف لكل الطلبة ونتأسف لكل الناس اللي باغية تتعلم موسيقى يتعلموها على أسس وقواعد صحيحة. صحيحة طبعا. هل يعني لديك رسالة معينة حاب تنقلها اليوم؟ والله هل بيتنا اليوم تفتقد إلى معاهد خاصة بالموسيقى مثلا؟ شوفي، هل تعاني من عدم توفر قاعات للعرض الفني مثلا؟ شوفي، احنا نتكلم، انا نتكلم على الموسيقى لاني موسيقي ونتكلم برايي الخاص. يعني هذا يوم الفنان، نغتنم الفرصة واهدي اجمل وارق تماني وأحر التهاني لكل فنانين الجزائر المعروفين واللي ما همش معروفين. عندنا فنانين كبار جدا يمكن حتى مسؤولين تاعنا ما يعرفوهمش، فنانين من الطراز العالمي، ما نذكر حتى منهم حتى واحد باش ما نظلمش اخرين. نعرف لامين عزوزي اللي نقدم له أكبر تحية، رسام من الطراز العالي جدا لامين عزوزي. وصدقيني لو تشوفوا اللوحات تاعو مستحيل تقولي هذا جزائري من الطراز العالمي. لكن الفنان في نظري أنا الفنان هو اللي يقدم شيء يخليك تنبهر، هذاك هو الفنان. لما تقدم وما تيأسش، واثق من نفسك، أنت فنان رغم كل العراقيل. ما يهمنيش أنا هذا مسؤول مبغاش يخيرني أنا في مسابقة، ولا مسؤول مبغاش يخليني نخدم، ولا مسؤول، ما يهمنيش، أنا فنان. أنا منيش نخدم ليك المسؤول، أنا نخدم للجزائر. أنا جزائري وأفتخر أني جزائري وسأظل أعمل للجزائري وفقط. جميل أمير. وبما أنك تكلمت على الفن التشكيلي، راه حاضر معنا علي يمني، وهو من ولاية تيارت، جن من ولاية تيارت العزيزة، خريج مدرسة الفنون الجميلة، مثل الجزائر في الملتقى الدولي للفنانين التشكيليين العرب، فائز بجائزة الجياد
للفنون له عدة مشاركات وطنية سنتحدث عنها اليوم. أمير تحدث عن الفن التشكيلي، تحدث عن المشاكل التي يعاني منها الفنان التشكيلي اليوم. الجميل فيكم أمير وعلي راكم ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي وراكم تروجوا لأعمالكم الفنية، وأحكوا لي على تفاعلكم مع الجمهور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. صراحة ما تدرك أنا أظن باللي يعني بقات مواقع التواصل الاجتماعي هو الفضاء الوحيد، ولا مش الفضاء الوحيد، هو الفضاء المناسب يعني للفنان التشكيلي حتى يسوق الأعمال ولا يسوق الفن، ولا لأنه الإعلام ما يسوق له حتى أروقة الفنون يعني. دوك نشوفوا مثلا حتى المجتمع تانا ما عدوش قبول، ما عدوش علاقة بالفن التشكيلي، لأنه يبقى المشكل الإعلام يعني يكون روج الفن التشكيلي كما روج الفنون واحدة أخرى مثلا الأغاني اللي ما لو كان بالك راهو الفن التشكيلي عنده قبول عند المجتمع الجزائري. ربما الموسيقى يعني تحظى بحظ أوفر وأكثر رواج من باقي الفنون. صحيح. الموسيقى مسلط عليها الضوء أكثر من باقي الفنون، مثلا كتاب وشعراء وأدباء وفنانين تشكيليين الأضواء ما تتسلطش عليهم بكثرة. طيب أمير، في نحن نعيش الآن في ظروف استثنائية في ظل تفشي وباء كورونا، كيفاش تعاملتوا مع هذا الظرف أمير؟ بعد انتقل والله يا سيدتي أنا كيفاش روجتوا لأعمالكم؟ حاولت نبقى في البيت بكثرة. لحنت كثير من المواويل، ثم حاولت نلحن كثير من المواويل الجايات إن شاء الله، ومواويل خاصة بي. لحنت أغنية للأم، كنت ناوي نسجلها ونقدمها كهدية في عيد الأم اللي فات هذا. نعم. وأهدي تحياتي لكل أمهات الجزائريين وكل نساء الجزائر. لسوء الحظ مع هذا الظرف هذا جات صعيبة بزاف باش نسجلوها. سجلت أغنية قبل كورونا بقليل، قبل فترة كورونا بقليل، أغنية تميرة، أغنية جديدة. ساهموا معايا الفنانين وإحنا في الحظر هذا، في الحظر تاع وقت كورونا. وبالنسبة ليك علي، كيفاش تعاملت مع الظرف؟ أكيد نشط يعني من خلال قناتك في اليوتيوب على ذكر قناتي. نعم. نسرق لك لحظة من البرنامج تاعك نعرف بها قناتي. قناتي يعني قناة يعني تعليمية تثقيفية. نعم. قناة يعني نسعى ونطمح إن شاء الله أنها تكون يعني منصة إعلامية كبيرة، يعني منصة مستقلة باش نطرح فيها إشكاليات الفنان اللي ما يعني أحيانا ما قدروش يعني صوت الفنان مش يقدر يوصل على يعني بطرق مختلفة. نعم. اسم القناة عياماني علي، إن شاء الله الجزائريين كامل يتابعوني إن شاء الله يتفاعلوا معي. أنا استغليت يعني الوقت الكافي اللي كان عندنا مدة كبيرة، يعني نجزت فيها أعمال يعني نشوفها بالأعمال مهمة بزاف وأعمال هادفة. استغليت يعني شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك واليوتيوب، أني فتحت قناة، أني كل يوم نخدم، يعني ما أثرت عليا بالسلب صراحة. جميل. غير الجانب يعني المادي ولا توقف النشاط تاعي ولا هذيك أمور، لكن بالنسبة للمجال تاعي يعني في الفن والرسم يعني ممارسة الهواية تاعي نمارسها يوم. تغلبت على الظروف تلقينا تشجيع كبير يعني من هذه الشبكة التواصل الاجتماعي، تلقينا تشجيع كبير، كانت بزاف ناس يدعمونا معنويين، هذا شرف كبير لي، مانيش باغي نسمي حتى واحد. الناس اللي رسمتهم هدية مني لهم، وانت ثاني تستحقين هدية ان شاء الله. شكرا أمير. شكرا أمير. وشكرا لكل من الناس اللي يخموا فينا باللي احنا فنانين. اشكر كل من يساهم وكل من يدعم. كل من يدعم الفنان، كل الناس طب، كل أهل الطب، وكل الجنود اللي وقفوا في وجه هذه الجائحة، تحية مني كبيرة لهم بزاف بزاف بزاف. شكرا لك أمير، شكرا علي. سمحي لي برك يعني نضيف إضافة يعني. نعم. ما نحبش نكون سلبي بزاف. نعم. لكن يعني واحد النقاط يعني لازم تسليط الضوء عليها. نعم. يعني وكنداء يعني كنداء القطاع الثقافة يعني الجهات المعنية المسؤولة. يعني أنه وضع الفنان التشكيلي راه في حالة يعني يرثى لها، يعني إن شاء الله يعني يلتفتوا ليه كما التفتوا اليوم للفنان. الفنان يعني ما يحتاج نهار وما يحتاج زوج، يحتاج طبعا. كلهم أذان صاغية بحول الله. إن شاء الله يعني تكون جزائر جديدة وتكون جزائر تعطي كل ذي حق حقه، الجزائر التي تسع الجميع إن شاء الله. شكرا لكم على الحضور، نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا. وكل عام وأنتم بألف خير. عودة إليك فرحات. ألف شكر. ونحن نتحدث عن هذا التباعد الاجتماعي أو التباعد الجسدي كما يحب تسميته البعض.
نحن هذه العادة أصبحت مألوفة عندنا في بلاطو التلفزيون، نغير في كل مرة حتى نحافظ على مسافة الأمان. خرج الأستاذ عمر عاشور ودخلت سمية حشيفة هي إطار بوزارة الثقافة. أهلا وسهلا بك. مساء الخير، شكرا على الاستضافة الكريمة. بهذه المناسبة اسمح لي أن أزف تحية جلالة للفنان الجزائري في يومه الوطني، أقول له كل عام وأنت بكامل عطائك وتميزك. الأستاذة سمية حشيفة، كان الفنانون يتحدثون عن الجانب الافتراضي من إبداعهم وقد ألحت عليه جائحة كورونا البقاء في البيت فأبدعوا. أنتم ماذا فعلتم كجهة وصية بالنسبة لوزارة الثقافة؟ ماذا فعلتم من أجل نشر حالة الأدب والفنون وغيرها على وسائط التواصل الاجتماعي؟ فعلا من جملة التدابير المتخذة جراء الوقاية من انتشار جائحة كورونا هذا الوباء، لقد اتخذت وزارة الثقافة جملة تدابير، ومن أهمها ومن أولها أيضا أسدت السيدة وزيرة الثقافة دكتور ملكة بن دودة تعليماتها بداية إلى جميع الهيئات التابعة للقطاع بوقف كل الأنشطة الميدانية وتوظيفها افتراضيا، وفعلا لقد طبقت هذه التعليمة. وكما لاحظنا أنه كانت هنالك نشاطات افتراضية جميلة وهامة جدا، كانت سانحة هذه الجائحة بأن تنشط الثقافة في المجال الافتراضي. وظفنا مواقع التواصل الاجتماعي، وظفنا كذلك مواقع إلكترونية، صفحات فيديوهات، كانت هناك برامج متنوعة. أعطيك أمثلة مثلا بالنسبة للأنشطة الثقافية، لقد وظفت مديرية الثقافة لكل ولاية فضاء خاص بالطفل، لقد أعنينا وصاية بالطفل الجزائري وفتحوا منصات على التواصل الاجتماعي، صفحات على الفيسبوك سميت منصة الطفل الجزائري المبدع. كانت هذه سانحة لكي يكون للطفل نصيب، خاصة أنه طفل يعني يستحق منا المساندة والدعم النفسي والاجتماعي والتثقيفي. كانت هنالك خصصت برامج تثقيفية ترفيهية تربوية، كذلك تضمنت ورشات بيداغوجية خاصة بالطفل. كذلك كانت السيدة الوزيرة قد أكدت على إشراك الجمعيات الثقافية في هذه المنصات الافتراضية. لماذا؟ لأن الجمعيات الثقافية كما نعرف هو شريك فعال وأساسي في دفع الحركة الثقافية المستدامة، وفعلا كان هناك الكثير من الجمعيات الثقافية التي ظهرت بفضل هذه المنصات وميزتها إبداعيا، وكان التفاعل كذلك مباشر كالكسوة مع الطفل أو مع المثقف بصفة عامة بجميع جوانبه الثقافية الفنية المسرحية الإبداعية الكتابية. كان البرنامج الافتراضي متنوع جدا 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 ومختص بجميع الخصائص الثقافية. باركتم للذين بدأوا هذه العملية وأسديتم تعليمات إلى جمعيات أخرى من أجل أن تنشط في القطاعات التي تحسنها تعرفها تمام المعرفة. لقد عممنا المبادرة على جميع الجمعيات الجزائرية الوطنية والمحلية، لذلك كانت لهم فرصة رائعة لبث مواهبهم لبث أعمالهم افتراضيا، وكانت هناك مراقبة دائمة ويومية من الوزارة الوصية لجميع الأنشطة الافتراضية في مختلف المنصات الإلكترونية. كذلك كانت هناك تزامن شهر التراث
مع هذه الجائحة للأسف، ولكن كانت سانحة مميزة لكي يظهر التراث الثقافي الجزائري للعالم عبر هذه المنصات. طبعا كانت تحت عنوان التراث الثقافي في ظل الأزمة، في ظل هذه الأزمة عبر رقمنا، وتحت إشراف السيدة وزير الثقافة وكذلك بإدارة مديرية ترميم التراث وحمايته بوزارة الثقافة. كان هنالك غناء في البرامج التراثية، وكانت هنالك سلسلة ومحاضرات افتراضية بمعدل 3 محاضرات يومية في الأسبوع بحضور مختصين وإعلاميين عالميين وجزائريين عبر التحاضر عن بعد. طبعا كذلك تم بخصوص شهر التراث، كذلك تم إطلاق جملة مشاريع هامة بالتراث، من ضمنها وأهمها مشروع إطلاق الحظيرة التاريخية، الآثار التاريخية عفوا. هذا المشروع كان خطوة متأخرة قليلا، ولكن هو سوف يضع الآثار الجزائرية في مكانتها اللائقة. تم أيضا الإعلان عن مجلة الأجدار، هذه المجلة الغنية المعروفة بالتراث الجزائري سوف تكون كتثمين للتراث الجزائري وتسويقه وترويجه بكل ألوانه. كذلك من ضمن الأنشطة الملموسة والمنجزات الملموسة للوزارة أنه تم إعداد المجلة الشهرية انزياحات فكر التغيير، هذه المجلة أنيقة شكلا ومضمونا، تم إصدار الجزء الأول منها وأيضا العدد الثاني. بالنسبة للعدد الثاني كان قد أصدر الأسبوع الماضي، وكان من ضمن هذا العدد مفاجأة، أي ملحق أدبي يتضمن مجموعة كتابات إبداعية لكتاب جزائريين. طيب، ونحن نتحدث عن الجانب الافتراضي، هناك أيضا تفاعل من نوع آخر، هو ذهاب ممثلين ومهرجين للأطفال في الأحياء. حدثيني عن الجانب الآخر غير الافتراضي. فعلا لقد تم رصد من قبل وزارة الثقافة مختلف الجمعيات ذات المنفعة العامة، هذه الجمعيات سميناها جمعيات ثقافية ذات منفعة عامة، يعني تواصلنا مع جميع المديريات القطاع بمختلف ولايات الوطن وقلنا لهم اعطيونا كل الجمعيات ذات المنفعة العامة. ماذا يعني؟ يعني الجمعيات الثقافية التي قامت بدورها الإنساني في هذه الجائحة، قامت بتعقيم الأماكن كالكسوة يعني بصفة عامة مش فقط المؤسسات الثقافية، قامت أيضا بتوزيع الكمامات، قامت بحملات تحسيسية، توظيف المهرج عن بعد أثناء الحجر الصحي لبعض الاستشفائيين، يعني فعلا لقد معناتها إلى جانب حسهم الثقافي كان هناك حس إنساني عالي جدا، نشكرهم جميعا. وبالنسبة لضيفي الآخرين، كيف تتفاعلون مع جائحة كورونا على هذا الفضاء الأزرق؟ كيف تقدمون أنفسكم؟ كيف تقدمون هذا الظرف؟ احنا موظفين، يعني موظفين، شغلنا الأول هو يعني كل طيلة اليوم يعني وطيلة الأسبوع، خاصة يعني لأن عملية هذه الإعانة الاستثنائية أخذت من وقتنا يعني وقت كبير يعني كثير، خاصة لأن يعني عملنا اون ابليكاسيون انفورماتيك اللي تكون فيها تسجيلات بعد هذه العريضة يعني الإلكترونية، كان فيه عمل مقارنة بين قاعدة البيانات للديوان ذاتها اللي فيها كل المعلومات الخاصة بالفنانين والمؤلفين المنخرطين بالديوان، وباش خرجنا بنتيجة دفع هذا الإعانة الاستثنائية. بمعنى أنكم تستغلون هذا الفضاء للإعلام والإخبار، ما هي كل يوم التدابير التي خبرنا يعني حتى عبر الموقع الإلكتروني تاعنا، كان ناس توفى وكان ناس مرضى، كان ناس يعني على سبيل المثال وفاة الفنان إدير
رحمه الله، فنانين مرضوا مثل الفنان حكيم ذكر اللي يعني كان الممثل الأول في المسلسل حول جائحة الكورونا وكان مرض، والحمد لله يعني احنا هو خرج من المستشفى الحمد لله. والحمد لله. لكن الموقع تاعنا والافتراضية كانت كذلك ليكون يعني نعلم الفنانين اللي راهم معنا أنه بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية اللي وافق 26 أفريل ويوافق شهر التراث، كان فيه صدرنا كونكور يعني جائزة لأحسن لوحة للموضوع هذا العام، هو لنبدع لمستقبل أخضر، innovant pour un avenir vert. هذا الموضوع كان اقتراح من المنظمة العالمية للملكية الفكرية. هذه الجائزة وجهناها لطلبة المدارس الفنون الجميلة، المدرسة العليا زائد كل المدارس الجهوية. كانت النتيجة يعني فتحنا الجائزة من 26 أفريل إلى 21 ماي. الآن يعني أغلقت التشريح. بمعنى أستاذة أنتم تستغلون هذا الفضاء من أجل إعلاناتكم وإعلانات والإبداع يعني حتى تشجيع الإبداع، لأنه من جهة من الديوان يعني من صلاحياته هو تشجيع الإبداع الثقافي. أنا بقيت معي أستاذة نقطة أخيرة مع أستاذة حشيفة، إبداع الشباب. إبداع الشباب، أنت تعرفين معي أن عددا كبيرا من الكتاب الجزائريين والشعراء الأخص والمسرحيين، وكنا قد شاهدنا في بلاطو نغم قبل قليل في على مرتين عدد كبير من الذين افتكوا جوائز مهمة من الخارج، آخرها عبد الوهاب عيساوي من خلال جائزة البوكر، وطيب صالح، اسماعيل برير، عندنا ايضا يوسف غليسي الشيخ زايد وغيرها التي لا يمكن ان اتذكرها الان. انتم ماذا تفعلون؟ كيف ترافقون هالشباب المبدع المليء بهذه الطاقات الايجابيه ويحتاج منكم كثيرا من المساعده والرعايه؟ فعلا الشباب الجزائري لهم مكانة كبيرة في الوزارة، خاصة أن جميع الجمعيات الثقافية هي شبانية بالأحرى نقدر نقوله. بالنسبة لوزارة الثقافة لقد خصصت سنويا غلاف مالي يتمثل في دعم الجمعيات الثقافية وكذلك المشاريع الثقافية، يهتم بالجمعيات، يهتم بالتعاونيات الثقافية والفنية في جميع المجالات الإبداعية. كذلك هنا عندنا المتعاملين في العروض الثقافية أي البروموتور دي سبيكتاكل، هذم لهم خاصية أن تمنح لهم رخصة من قبل وزارة الثقافة تدوم 3 سنوات على أن تجدد في كل مرة مع مسايرة البرامج التي يقدمونها الوزارة. هذه الرخصة للمتعاملين العروض الثقافية هم الشباب الذين ينظمون لمعارض فنية كبرى. هذه سانحة لهم أن يوظفوا إبداعاتهم الفنية والثقافية في جميع اختصاصاتها ومجالاتها، أنه يوظفوها داخل الوطن وأيضا يقدروا يديروا توأمة أو مع مختلف البلدان الأخرى. يعطيك الصحة أستاذة سمية حشيفة على الحضور وعلى إبلاغنا إعلامنا بكل هذه التدابير الجديدة وعمل الوزارة الحثيث من أجل النهضة بالفنان وبحقوقه وبالإبداع. شكرا للأستاذ بن دعماش على الحضور، وشكرا للأستاذة نصيرة على الحضور أيضا. الكلمة إليك نغم. فرحات، في الأخير نقول نتمنى أن يكون البرنامج حقق مبتغاه وأن يحقق الفنان الجزائري كل أمانيه في ظل الجزائر الجديدة. نقول يبقى الفنان صوت البلد، روح البلد، وألوان البلد. كل عام والفنان الجزائري بألف خير. يا ناس آله حب المختار، يا ناس آماه عز الأكبر، يا ناس آماه حب المختار، يا ناس آماه
عزي الأكبر لو تسألوني نفرح ونبشر لو تسألوني نفرح